حسين أستاذ متقاعد ينحدر من مدينة خنشلة، نجح في تحويل منزل والده وجده المتواجد بالقرب من قصر الجازية بقرية أولاد عز الدين إلى متحف تراثي يضم مجموعات عديدة من التحف القديمة والمقتنيات التاريخية التي كانت جزءا من عادات وتقاليد المنطقة. بعد مباشرة خروجي للتقاعد في سنة 2016 جيت للمنطقة هذه، يعني منطقة الأب التي هي ملك للجد، فقمت بإدخال تعديلات على هذا البيت للأب، وأدخلت عليه أشياء تقليدية، وحاولت بقدر الإمكان أنني أجعل هذه المنطقة سياحية مكملة لقصر الجازية. يقصد حسين الأسواق كل أسبوع لاقتناء الأدوات والتحف الأثرية القديمة من زراب وأوان تقليدية قديمة بأسعار باهظة. مجهودات كبيرة قام بها حسين ليظهر البيت بصورة تحاكي عشرينيات القرن الماضي. هذه الأواني التقليدية سواء الفخارية ولا النحاسية إلى غير ذلك تقريبا تنقل أسبوعيا يوميا الأسواق خاصة ولاية خنشلة، ونحاول بقدر الإمكان أنني نشريها بأثمان باهظة، والبعض والكثير منها أنها موروثة عن الجد محمد فرطاس، ونلمها ونحاول بقدر الإمكان أن نجعل منها يعني تراث للأجداد وتراث لمدينتنا مدينة خنشلة. ويبقى حسين يشجع ويوجه نداءه ودعوته لكل المواطنين من داخل وخارج الولاية بزيارة هذا المنزل التقليدي.